رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية وبرنامج شباب قول وفعل. ما شاء الله من يابا والعدة، سبحان الله كل واحد بداخله شغلة تحركه تجاه الشيء اللي يحبه، فما شاء الله يعني. طبعا ربي حفظ كل قطع اللي عندهم. قلبي هفني على البنز ملوت هولندا، لأن هذا بعد ملوت هارد روك، زين هارد روك كافيه كنا زين. فقاعد اطالع من الشباب الرائعين هذيل اللي مبطلين مشروع مسمينه اميزنج كولكترز، زين. فما يسعنا الا نقول مشكورين وحياكم الله ومنو امزن ولا اميزن؟ اميزنج امزن 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 كولكترز. اوكي ماي باد، انا اسف. فرق زين. اخونا محمد الامير واخونا حمد الامير نقول لهم حياكم الله مع امزن كولكترز. انا ما خذيت هذا البريطاني وقلت اميزنج كولكترز بعد، فما ادري، انا اسف. حياكم الله، حياكم معانا ونمسي عليكم بالخير اخواننا. نبي نبتدي ويا حمد، نتكلم عن مشروع الامزن كولكترز مع حمد ولا يلا محمد واحمد معي انا اول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرين استضافتكم الكريمة لنا أمانة. يعني الفكرة طلعت بداية هي هواية تجمعني أنا ويا عيال عمي الاثنين من تقريبا قرابة 12 سنة ما شاء الله. يعني من خلال السفرات اللي احنا نروح ونقتني كل شيء مميز من هالباجات أو هالساعات هذه اللي موجودة قدامكم، سيارات، طيارات، مجسمات تميز الدولة اللي احنا نروح نسافر لها. نعم، شايفين عندنا مجموعة كبيرة هاشم من الشغلات الجميلة والحلوة مثل هالساعات الحلوة اللي قدامك، وانت بعد قبل شوي تقول تحب تجمع البنز هذيل. اي البنز هذيل يمكن انا بسأل اخوي حمد، البنز هذيل يمكن كل مكان تروحه تكون موجودة كباجات او غيره وكامور تباع مثلا ديزني. انا شوف هذيل اتصور تبع ديزني لاند. صح. انزين، ففي امور مثلا تحصلها بديزني لاند باريس، ديزني وورلد اللي بفلوريدا، بورلاندو وغيره من هذه الامور. انزين، الامور هذه في شغلات تكون ليميتد، انت وتيبونها وتعرضونها وتبيعونها. شلون تصير التسعيره؟ شلون يصير الانتقاء؟ شلون تصير الامور المتعلقه في البنز والباجات الحلوه هذه اللي عندكم؟ طبعا القطع النادره هي واللي تكون ليميتد اديشن، طبعا من الصعوبه بمكان ان احنا نحصلها. حلو. بدايه امانه قاعدين نبذل قصارى الجهد ان نحصل كل ما هو مميز ونادر. احيانا ما نقدر نتوصل الا اذا يعني لقطعه واحده بس، يعني مثل الست هولندا. هذا ست هولندا يعني هذا بشق الانفس احنا قدرنا ناخذ هالست هذا. ونفس الشيء بالنسبة للمسدسات هذيلة. حلو. يمكن المسدسات هذيلة عمرهم أكثر من، إذا ما أبالغ، أكثر من 30 سنة. ما شاء الله. نعم، يعني اللي يميزهم التفاصيل الدقيقة اللي في كل مسدس أو بندقية منها. شلون نشوف البكرة، شلون نشوف تفصيله في ان نقول في اللي يميز هذا العمل اللي انتم قاعد تسعون انكم تجمعونه، يعني الشغله اللي تحبونها. هذه هوايه جميله، لكن لو جينا نتكلم من وين قاعدين تجيبون هذه الامور؟ يعني قاعد تسعون لها تروحون برا الكويت؟ هل هي شغلات على المستوى المحلي ام قاعد تجيبونها من برا الكويت؟ امانه من كل حد من وصوب مثل ما يقولون. حلو. مثل ما قال اخوي محمد ان احنا خلال 12 سنة طافوا وكل سفرة نسافر لها نسعى أن نشوف وين في مميز، وين في نادر، وين في جميل، وين في شيء يذكرنا بالدولة هذه. هم هذا شيء يعني يحببنا في هالهواية هذه. ما واحد يقول يعني هو كلاتها قطعة حديد كذي، شنو اللي تحبه فيها؟ لا بالعكس، قريبة من نفس. بالعكس، أنا هذه كل قطعة فيهم تذكرني في ذكريات معينة، ويعني لما أشوفها أتذكرها وأنا يعني أسعد فيها. يعني اللي شايفينه من اللي جمعتوه والامور هذه وقاعدين نشوف قدامنا هالساعات اللي بتكلم عنهم. صح، كميه جميله كبيره، كولكشن هائل يمكن تعبته وانتم تجمعونه على مدار 12 سنه. أحب اضيف انا على اخوي حمد. إيه؟ يعني بهالجانب هذا، يعني انتم مثلا تشوف يعني مثلا الباجات، البنز، الساعات، في عندنا هم مجسمات، احنا طيارات، مجسمات سيارات، بس ما يساعدنا يعني هذا جزء بسيط ترى من المقتنيات اللي موجوده عندنا. يعني خلال موقع جنت تايم بيسز عشان تشترون منها ساعات. ايه ان شاء الله. يعني واحنا سبحان الله اللي يعني انا مثل ما ذكرت بدايتها كانت قبل لا تكون بزنس، كانت هوايه. حلو.
وكل واحد فينا من المجموعة هذه متخصص في تخصص معين يعني. ف يعني اخوي انا حمد ما شاء الله عليه ساعات تخصصه مو صوب الساعات هذه والمقتنيات الثمينه هذه يعني اقول لك انا وهو ان شاء الله راح يتكلم ويفيدكم عن البوكيت ووتشز. تذكرنا طبعا بريحه خنه الاولين بس سالفه البوكيت ووتشز قاعد اشوف يعني ما شاء الله من بينهم ماركات وبراندز عالميه وممكن تكون فينتج واسعارها غاليه وايد مثل الاوميجا وغيره صحيح. وهذا فسالفه البوكيت ووتشز يا حمد. البوكيت ووتشز هذه يعني احنا لما نتكلم عن ساعه في البدايه نقول واحد ليش يشتري ساعه؟ هذا يعني السؤال الاول اللي ينطرح على هاوي الساعات. في ناس تقدر تكون تعويد بالضبط لا تقدر تشوف الساعه من تلفونك تلفون صح من ساعه السياره. شو اللي يخليني انا ادفع هالمبالغ هذه واقتني هالساعات المميزه؟ الساعه يعني اللي يميزها انه طبعا يعني احنا الحين لازم نفرق في البدايه ما بين انواع الساعات. الساعه يعني في ساعات تكون ميكانيكيه وفي ساعات تشتغل على البطاريه. صحيح. احنا يعني هوايتنا هي على الساعات الميكانيكيه اللي هي الكرونوغراف وغيرها من الفانكشنز بعد. صحيح. انا اقصد بالميكانيكيه اللي ما تكون هي تشتغل على البطاريه. حلو. تشتغل على الحركه. نعم. سواء اوتوماتيك او اللي هو اللي مثل ما نقول احنا بالكويتي اكوك الساعه. اكوك الساعه قديمه هذه بس سنه بس والله للحين ما شوي انا اكوك ساعتك. صحيح. اللي يميز الساعه ان هي مو بس مجرد اله توريني الوقت. اذا يعني انا بشوف ان الساعه هي قطعه من الحديد مجموعه تروس تمشي مع بعض. حلو. زين قاعد تعطيني تعقيدات ووظائف. زين انا يعني لما اشوفها ويعني اقيسها على السنه اللي انصنعت فيها الساعه يعني تخلي الواحد ينبهر الصراحه. ترجع يعني تاريخ هذه الساعه طبعا مو هذه يعني اكو في ساعات اقدم موجوده في المتاحف. حلو. ترجع الى القرن ال15 او ال16 ان شاء الله. طبعا القرن ال15 وال16 مو بس تعطيني الساعه كم بالساعات والدقائق تعطيني وظائف ثانيه. مثلا انا اقول لك يعني على سبيل المثال ان في فانكشن يسمونه المينت ريبيتر. مينت ريبيتر هو انا اضغط زر معين. حلو. يقوم يترجم لي الوقت الى نغمات. نعم. حلو. هذه طبعا يعني طلعت في القرن ال16 يمكن صمموها اللي الله يشافيهم ويعافيهم العميان. حلو. اللي ما يشوفون على اساس انه يسمع على اساس انه اي اذا بغى يضغط الزر الساعه تترجم له الوقت الى نغمات. في فانكشن ثاني يسمونه التايم اكويشن. تايم اكويشن هذا يعطيني توقيت التاريخ. حلو. تاريخ اليوم زين مع الشهر مع السنه مع يوم الأسبوع وراعي 30 يوم بالشهر أو 31 يوم بالشهر أو 28 أو 29 من خلال هذه كلها مجموعة تروس بس تمشي مع بعض. هذا اللي يميز الساعات اللي تكون تروبليون ولا تكون كرونغراف أو غيرها من الساعات العادية اللي هي إن شاء الله خبرة طلعتي يقول لي ساعات مو هي هذه تروبليون صح اللي قاعد نشوفها. هذه أتموس. هذه احنا قلنا اول ان في ساعات تصير تكويك وفي ساعات اوتوماتيك. هذه لا كوك ولا اوتوماتيك. هذه شلون ماشيه شلون تشتغل يعني هذه فيها مثل كبسوله. زين تقوم يعني تقيس درجه الحراره في الغرفه من تزيد سنه بسيطه او تنقص سنه بسيطه تقوم الكبسوله هذه اما تتمدد او تنكمش. حلو. فالحركه هذه تقوم تعطي باور للساعه بحيث انها تشغلها باستمرار. يعني انت بس مجرد تحطها على الرف وهي تشتغل الى ما اعطيك المدار اللي شايفه. هذا يمكن شايفين قدامنا شلون الساعه قاعد تدور ايضا المشاهدين قاعد يشوفون هالشيء. لكن مثل ما تكلمنا قلنا هناك باجات كثيره بما ان تخصص ساعات يمكن افادنا فيه اخونا حمد تكلمنا بشكل وافي. لكن برجع ويا اخونا محمد هني تكلمنا عن هالباجات الحلوه. في ناس كثير يمكن قبل يقول لك انا احب
أجمع الطوابع. في ناس تحب تجمع الكوينز اللي هي تكون عندك العملات المعدنية، محب لها أنه يجمع من كذا بلد. أنا مثلا أحب أجمع وعندي في البيت من كل بلد أحب أروحه لازم أخذ منهم شيء، يعني يكون عندهم شيء أنتك وهو يمثل البلد نفسه، ويقولون ليش أحبه، ويقولون ليش صديقك، وليش أفضل مذيع تحب تقدم وياه. أخي الأمور المشتركة ما شاء الله وايد بيننا. الله يسلمك، عشاء دوم إن شاء الله. فعندي هالأمور هذه دائما عندي في فترينة جنب البيت أحتفظ فيهم، في كل ديرة أروح لازم أجيب منها شيء. فكلمني عن هالمجموعة الكبيرة، خصوصا قاعد أشوف هني ورانا هالجنطتين وعليهم الباجات الكثيرة، وهني عندنا أيضا تحت موجودة باجات. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك أخوي هاشم، يعني إذا تلاحظ اللوحة الكبيرة أو الجناط اللي وراكم هذه، اللي يميز اللوحة هذه وأنا قاعد أقول وأكرر أن هذه مجموعة بسيطة ترى من اللي موجودة عندنا بالبيت، يعني واللي موجودة في المحل. متى نمرهم المحل؟ كيفك؟ الساعة المباركة تشرفونا إن شاء الله. يعني ويمكن تلاحظ أنت تشوف الحين اللي ماخذ عليها الكاميرا في الباجات اللي تخص دولة الكويت الحبيبة، طبعا منها إصدارات مجلس الأمة أو أي إصدار خاص. نعم. يمثل شو اسمه، وفي منهم إصدار حديث، لا إصدار حق صاحب السمو. نعم. الله يحفظه بعد تكريم قائد الإنسانية، فكان من الإصدارات الموجودة يمكن تلاحظون فيها من المقتنيات تخص مثلا مطعم البوم الهاشمي، المسمار اللي موجود أو أي باج يخص دول الخليج. في عندنا هم 6 دول الخليج، في يعني قطعة موجودة مالت شعارة سيفين خنجر عماني هم موجود، باللوحة موجود. فأمانة يعني مثل ما تفضلتوا ان احنا شلون صارت فكره المشروع هذا. الكويت سبحان الله كل واحد يحب شغله، صح. اخوي هاشم تو قال انا احب البنز وهم مهتم بالساعات، في واحنا سبحان الله يعني انا احب الباجات، احب يخص الرياضه وكره القدم، سيارات، كل واحد الهوايه اللي كل واحد هوايته تستهوي. فسبحان الله تجمعنا على الهوايات هذه، اللي هاوي طيارة إن شاء الله يحصلها عندنا، اللي هاوي سيارة هم يحصلها عندنا، السكيلز الصغار وكذي وهذا كل شيء موجود، اللي هاوي باجات أي شيء نادر ومميز يحصله إن شاء الله عندنا، اللي حاب يقتني هالساعات الثمينة هذه هم موجودة عندنا. الساعات الثمينة هذه ما شاء الله، يعني أنا قاعد أشوف في كوليكشن فينتج رائع جدا للأمانة مو مبالغة. بس أنا في أحد الساعات هني كنت شايفها بأحد مزادات بريطانيا، لما سألت أقول اسمه مزاد كريست، اوكي انا اسف. عموما لكن لو نوصل اخوي حمد ونقول لك طموح مشروع امزن كولكترز، يعني الكولكترز ناس هاويه ورغابه ورعيه مزاج حلو. يعني للامانه انا لما اقعد انظف البنز عندي بالبيت لما يدشون علي يقولون ايش فيها قاعد ينظف كذي، مستلم هذه مالت الخواتم حاط فيها البنز واقعد انظف شيء. فشون شفتوا الإقبال على المشروع هذا وشنو طموحكم وين تبون توصلون يا حمد، خاصة أن هذا مشروع تخصصي لفئة معينة مع صوت البيج بن بعد كانت هذي تحت لا أنت يا أخواني تودوني بريطانيا. أمانة هو مثل ما أخوي محمد تفضل في البداية أن فكرة المشروع انبعت من الهواية. أثناء ما تم الإعلان عن مهرجان المباركية خلال فترة الأعياد الوطنية، نعم، اللي كان برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله. أتيحت لنا فرصة أن نحصل على بوث، قلنا خلنا نجرب، يعني بس إحنا نعرض اللي عندنا المكرر. ما كانت أمانة ما كان عندنا فكرة بيع أول شيء، اقتناء طبعا، يعني هو كل قطعة هذه تعادل يمكن واحد من عيالي، خذت من وقتك يعني وايد أن تلقاها، صح. أمانة معزة القطعة يمكن من معزة مرة ثانية لما تسافر اشتري قطعتين للمحل واللي تم عرضه أمانة يعني كان المكرر، يعني اللي كان موجود مكرر منه، ما كان يعني أي قطعة نادرة. ويمكن أخوي الحين علي هم اللي معانا يسمع ومتحسف، في عنده باج مال مجلس الأمة وليه الحين قاعد يدور منه لأنه مو موجود ونادر جدا جدا. تشترون الإصدار يعني قام يحرج على هوا، تشترون الإصدار الذهبي اللي بفضة مال أي شيء أي تسعين عندك ماكو مشكلة. الواحد ما يفرط في الأمور هذه اللي نقول تعتبر ثروة بالنسبة له. يعني أنا مستحيل أعطي أحد وش كثير قالوا لي مثلا عجبهم شيء من اللي عندي أقول له اسمح لي ما أقدر أعطيك إياه. يمكن نفس الشعور عندك، تتعب عليه إن أنت قاعد تروح برا الكويت أو بالكويت خذيت هالشيء وما تدري إن منه حبة واحدة ولا حبتين، فتعال والله دور نفس القطعة فبتتعب فيه. فكل الشكر وياكم وتشرفنا فيكم وجودكم ويانا، إن شاركناكم بهالهواية الجميلة اللي هي تجميع هذه القطع الجميلة والثمينة
ونقول ثروة من هالساعات الحلوة. هي أكيد ثروة، فاللي بلش المشروع هذا وسوى المشاريع هذه أكيد في شيء أو كلمة قلبه شاغبة عليها. باخذ من أخوي حمد أول، بعدين أخوي محمد، شنو الكلمة اللي قلبك شاغبك عليها وحاب أنك توصلها للجمهور؟ أنا ودي أقول أن الهواية هي يعني شيء حلو، أن الإنسان يكون عنده هواية ويحبها ويصرف وقته أن هو ينميها. إن شاء الله إحنا من خلال مشروعنا هذا نلبي رغبات الهواة. بإذن الله. هواة البنس، هواة الساعات، هواة السيارات، الطيارات، السفن، محبين اقتناء هذه، محبين اقتناء هذه القطع هذه. إن شاء الله نرحب فيكم في محلنا في سوق المباركية. نبي المحل وين متواجد وشلون نقدر نتواصل وياكم بعد حمد؟ إن شاء الله. المحل في سوق المباركية، الشارع الجديد، مجمع التراث، مقابل بنسونك. حلو. عندنا حساب في الانستغرام هو amazon.co. يعني روح طق لك DVD جديد حق البيت، انا قال لك بشتري لك هديه. زين نخلص نشتري DVD البلوراي بعد، خلاص من لك البلوراي ونروح ندش عند الشباب تشتري لي البن انت. ها يعني تبادل الحديث بالغدي، بارتر ديل. اوكي خلاص اتفقنا. في الدور الاول محل رقم 16. يا بعد راسي. واخوي محمد شنو الكلمه اللي حاب انك توصلها للجمهور؟ يعني اثني على كلام اخوي حمد امانه، يعني كفى ووفى مثل ما يقولون. في النهايه شاكرين استضافتكم الكريمه هذه لنا في برنامجكم اللي أكثر من رائع، وما شاء الله شريحة كبيرة بتتابع. رائع بوجودكم أنت وإن شاء الله. الله يسلمك. وترى يعني مثل ما يقولون في شباب قول فعل، يعني أمانة في شباب قول فعل هني موجودين. وأنتوا قول فعل قاعدتوا على هالكراسي قول فعل. مثلكم وشرواكم. الله يسلمك. يعني ما أنسى أشكر أخوي الكبير أبو محمد فارس الأمير وجاسم الأمير وعلي الأمير. واخوي حمد اللي يعني زين احنا نسينا اسم صاحبي ترى احمد الامير، بحسون بعد نشكره وعدنا هاني الامير ما شاء الله عيل. يعني المعروضات هذه اللي يعني موجوده يمكن اقل من ربع اللي نقتني بجهودهم، يعني وعناء سفر ورايحين وبتذكره، ويعني تدري انت شنو تعب السفر. وايد تروح مثلا دول ومدن وتروح لهناك وما تحصل الشيء اللي انت طامح له. كل الشكر لكم. انا ما ابي اقاطعك اليوم، انا صاير عندي اللي اقاطع، بس سامحوني مو مني لان الوقت عندنا قاعد يمشي بسرعه. بس انتم حبيب الاوقات الحلوه دائما تمشي بسرعه. هاشم الاوقات الحلوه دائما تمشي بسرعه. الله يسلمك. كل الشكر لكم على تواجدكم، تشرفنا فيكم وتعرفنا على هالقطع الحلوه. وانا هاشم ان شاء الله بعد البرنامج لازم نروح ونزور هذا المحل الجميل ونشوف هالقطع الجميله. هذا كان كل شيء، وكنا معاكم في برنامج شباب قول وفعل في حلقتنا اليوم. نتمنى نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده باكر. انا خلصت دوري، هاشم أخوي يكمل النهاية. من بعد كلام أخوي بدر ما من كلام، لكن نقول لكم تابعونا فعالية مبادرة أي شيء بقلبكم، إحنا حاضرين وعلى الخشم. في أمان الله.